We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome again. I also want to welcome على هذه المقدمة مرة أخرى أرحب بكم أجمل ترحيب مع أرحب بكل الذين يتصلون أونلاين. ليس علي اتصال مباشر مع الزوم ولا زملائي عندهم، فلذلك فليشعر الجميع بأنهم معنا ويستطيعون. هذا المنتدى هو منتدى مفتوح، منتدى هيئة الأمم المتحدة. هذه لحظة تاريخية بالدرجة الأولى حسب معرفتي. نقوم بتنظيم منتدى مفتوح بهذا الشكل، يشارك فيه ممثلين من الأمم المتحدة وأخصائيين وخبراء لكي يتحدثوا عن عملية إدارة الإنترنت وعن الجوانب المهمة التي تتعلق في الجهود التي تبذل من أجل إدارة الإنترنت. إن عملية إدارة الإنترنت يمكن أن لا تكون محصورة في قطاع واحد، في وكالة واحدة، في جهة واحدة، لأن الإنترنت أصبح يمسنا جميعا ويمس جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، وأن الجميع يشعرون ويجب عليهم أن يشعروا بأنهم منخرطين في هذه الجهود من أجل إدارة هذا الإنترنت بشكل مناسب. أعتقد أننا بدأنا بتأخير بسيط، لذلك سأنتقل مباشرة وأعطي الصوت لنائب رئيس منظمة الأنديسا، وهو مكتب للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فأعطي الصوت للسيد ليوزون مينو، وهو يفهم جيدا ما معنى هذا المنتدى. شكرا لك يا أنريت. شكرا، أنا سعيد أيضا أنني معكم هنا زملائي، وهذا وأنا فخور بذلك. في البداية أشكر شكرا جزيلا أنريت على أنها خلال السنتين الماضيتين ترأست هذه المجموعة الاستشارية، وهي ومتعاونين معها في هذا المكتب كان لهم جهود كبيرة في تنظيم هذا المنتدى. وبالتالي أود أن أشكر جميع زملائي من هيئة الأمم المتحدة على دعمهم لي ودعم في تنظيم المشترك وتنظيم المنتدى الافتراضي في السنة الماضية. بسبب هذه الحالة الجائحية العالمية استطعنا هذا العام أن نقوم بتنظيم هذا المنتدى بشكل هجين في كاتوفيتسا. وفي إطار هذا المنتدى سوف نؤكد طيلة الوقت دعمنا، ونؤكد أيضا أن منتدى حوكمة الإنترنت في العالم هو حدث متعدد المستويات. ولذلك أصدقائي وزملائي، إن هيئة الأمم المتحدة تنخرط بشكل أكثر فأكثر بالجهود التي تبذل من أجل إدارة الإنترنت. نحاول أن نستمع إلى ملاحظات الجميع، وكل هذا التفاعل يأتي بالفائدة إلى كل المجتمع المستفيد من الإنترنت.
كل هذه الفعاليات التي تقوم بها الأمم المتحدة مدعومة من قبل الحكومات الدول، ولذلك فهي ذات مصداقية عالية. نحاول ونسعى إلى إيجاد صيغ ومقاييس عالمية، ونتأكد أن الوصول إلى الإنترنت هو يتطور ويزداد في العالم، وهناك اهتمام خاص بالأمن السيبراني، وهذا مهم جدا أننا استطعنا أن نحصل على فيدباك من المنظمات غير الحكومية ومن المجتمعات التقنية من شركائنا. بعكس ذلك فإن جهودنا وفعالياتنا لن تكون لها التأثير يساعد جميع المشاركين. نحاول ونسعى أن نقوم بإعدام إلغاء الإقصاء في الوصول إلى الخدمات الرقمية، ونسعى أيضا لضمان الوصول الأفضل وفرص عمل أفضل. إن كل هذه المبادرات يجب أن تكون مبادرات جماعية، وممكن أن تكون كذلك من خلال الإنترنت، من خلال التقنيات الرقمية. نستطيع أن نقوم بلقاءات ومؤتمرات أونلاين عن بعد، وهذا أحد المميزات التي تقوم بها الخدمات الرقمية. الجواب الرقمي على كوفيد-19 بين لنا بشكل واضح كم هي قيمة التقنيات الرقمية التي للأسف هي غير متوفرة ومتاحة للجميع، وهي إحدى الدروس المؤلمة التي تعلمناها خلال جائحة كوفيد-19 وما هي نتائجها، وكيف أن الأطفال والطلاب الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت تنعدم عندهم مثل هذه إمكانية الاستمرار بالتعلم، وأن هذا له تأثير سلبي ويقوم بعزل هذه المجتمعات. لذلك في إطار عائلة الأمم المتحدة نريد أن نكون جزءاً من هذا الحركة العالمية لإيجاد أمناً سيبرانياً وفضاءً آمناً. كما قال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة غوتيريش أن يجب علينا إدراج حداثة وأن نتكيف مع التغيرات، وأن التحولات هي ضرورية، وأن هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، هو مكاناً مناسباً للحديث عن النظام البيئي الرقمي. لذلك أعزائي، أريد أن أحثكم على أن بشكل منفتح تتحدثوا كيف يكون الإنترنت مكاناً أفضل للجميع في كرتنا الأرضية، وكيف نستطيع أن نستخدم هذه الطاقة التي النابعة عن الفضاء الرقمي. شكراً جزيلاً، وأتمنى لكم مباحثات وحوارات مثمرة. شكراً. شكراً. والآن لنسمع أصوات من اللجان ووكالات مختلفة للأمم المتحدة. بعضهم موجودون هنا على المنصة في كاتوفيتسا، بعضهم موجودون أونلاين معنا، وأرجو الانضباط بالوقت كي نتيح المجال للحديث للجميع. نتحدث عن مختلف، فلنسمع الصوت من مختلف أصحاب المصلحة. كيف يمكن لمنظمي هذا المنتدى وغيرها من أصحاب المصلحة طرح أفكارهم حول ذلك؟ ميشيل كونانس معنا، المديرة التنفيذية
لوكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلتتفضل. شكرا جزيلا السادة الكرام المشاركون في القمة الرقمية. قبل كل شيء أشكر المنظمين، منظمي LGF على إقامة هذه القمة بطريقة فعالة، والأمر الذي يتيح لنا الفرصة للمناقشة حول الرقمنة والتكنولوجيات الرقمية وعالم الاتصالات. هذه التكنولوجيات تكون سببا في الكثير من التحولات التي نعيشها والتي تتطلب حذر والتحذر من قبلنا أمام بعض الظواهر السلبية مثل إساءة استخدام الفضاء السيبراني وعمل التنظيمات المتطرفة أو نشر خطاب الكراهية. فيجب ألا ننسى أن التكنولوجيا الرقمية لها الإيجابيات والسلبيات، ومن ناحية هي تعزز نوعية ومستوى الحياة، ومن ناحية أخرى هي أرض حسب الإرهابيين أو غيرهم من أصحاب المصلحة المنخرطين في العالم الإجرامي. فنحن في وكالتنا نكافح الإرهاب ونحاول إدراج تلك الإجراءات التي تساعد الدول الأعضاء للأمم المتحدة في اتخاذ القرارات الرامية لمنع استخدام الإنترنت من قبل الإرهابيين في ما يقومون بهم. منذ 20 سنة لوحظ مدى أهمية التكنولوجيات الجديدة وأن الإرهابيين يستخدمونها، وذلك تم تبني قرار 1373، ومنذ عام 2001 تم تبني 13 قرارا أخرى من مجلس الأمن، وهي هذه قرارات تنظم بعض المسائل الهامة مثل التعاون الدولي في جمع الأدلة الرقمية والتعاون بشأن الوصول إلى بعض المواد ومكافحة الإرهاب ومنع الإرهاب في الشبكة وجمع المعلومات وإتاحة البيانات البيومترية من أجل حماية البشر وغيرها من المجالات، وهي إجراءات هامة تضمن تشغيل الإنترنت بما يحترم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. نحن على سبيل المثال نضمن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وأيضا نتأكد من صحة استخدام ألغوريتمات الذكاء الاصطناعي، ونحن نستفيد من التكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيات الاتصالات. هذا استعراض صريح لما نقوم به في وكالتنا في مجال الاتصالات ورقمنا. نحن نواجه عالم جنات يسيئون في استخدام الإنترنت، فنحن يجب أن نتوخص الحذر لمقاومة ومنع هذه الظواهر السلبية. على كل الدول الأعضاء التعاون مع الأطراف المعنية ومنها ممثلي المجتمع المدني وشبكات البحث والتطوير وغيرها من الوكالات الأخرى. شكرا جزيلا. شكرا على هذا الصوت. عندي أمل بأننا سنتكلم عن هذا بأكثر من تفصيلا في المستقبل، خاصة في جلسات الأخرى. أعطي الصوت الآن للسيد توفيق الجلاسي الذي هو نائب رئيس شؤون الاتصالات الاجتماعية في اليونسكو، وهي جهة مهمة التي من الوكالات الهامة التي شاركت أيضا في تنظيم هذا المجتمع الرقمي. شكرا يا أنريت على أنني أعطيتني الصوت.
أستطيع أن أكون هنا مرة ثانية، وأود فقط أن أعود إلى تاريخ المجتمع المعلوماتي. في عام 2005 كان في تونس منظم، كانت هذه قمم سابقة أسست لقمة مثل قمتنا اليوم، وسعينا أيضا إلى الطريقة الجيدة في إدارة الإنترنت. هذا يتطلب حماية حرية الأفراد، ونعتقد أن من الجيد أن 24 دولة قررت في هذا الروح أن تعمل وتحاول المضي لتنفيذ برنامجنا. هذه القضية الأولى التي أردت أن ألمح بها، إن اليونسكو هي دائما منظمة وكالة رائدة من منظمات وكالات الأمم المتحدة التي أعطت حرية التعبير وزنها وأكدت عليها، لأن ذلك وخاصة في تأمين حماية الصحفيين، وخاصة أن هناك الجرائم التي كانت ترتكب ضد الصحفيين كاننا نسعى دائما إلى ملاحقتها والاستمرار فيها. نحمي حرية الرأي، وكما لذلك يجب أن نحمي هذه الحرية، ويجب أن الخطاب الكراهية أن يكون وهو من النواحي السلبية في الإنترنت، يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن يكون مقاربتنا هي إهمالية، أو أن تكون الضوابط هي مفرطة بحيث تطغى على حرية الرأي. إذن بالنهاية كلامي أقول، بقي لي 30 ثانية، أن من أسبوعين 120 دولة عضوة في اليونسكو قبلت توصيات اليونسكو التي تتعلق بالتعليمات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ونتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليست شيئا جديدا، إنها تعمل في ومنها خدمات لنا كبيرة، ولكن هذا سيف ذو حدين. علينا أن ننتبه إلى عملية استعماله، فالمهم أن نؤمن أسس أخلاقية معينة. يجب أن تكون هناك آليات تؤمن استخدامها. وشكرا، إذا بقي الوقت سوف أتابع كلامي. شكرا جزيلا. أما الآن فأعطي الصوت للمشارك التالي، أرحب به الذي يتواصل معنا عن بعد، السيد ماريو تشيمولي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الشؤون الأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهي اللجنة المسؤولة عن الأمور الاقتصادية، وكانت نشطة جدا أثناء القمة العالمية للمجتمع الرقمي. السيد ماريو، هل أنت معنا؟ أنا لا أسمعك، لست متأكدا مما إذا كان ماريو جاهزا لأخذ الصوت، يبدو وكأنه غير موجود، قد ينضم إلينا بعد قليل. فأطلب من ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، نائبة المدير التنفيذي لوكالة أنديسا، وهي حاليا تشغل منصب مدير مكتب المندوب لشؤون التكنولوجيا في الأمم المتحدة لدى الأمين العام
الأمم المتحدة. شكرا يا أندريت على إعطاء الصوت. بصفتي مديرة للمكتب مكتب المندوب للشؤون التكنولوجية لدى الأمين العام، وكالتنا ومكتبنا معني في تنسيق النشاطات المتعلقة في إدراج خارطة الطريق أو برنامج الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التعاون الرقمي. هذا المستند تحدي للجميع لنخلق الفضاء الرقمي الذي يحمي مصلحة جميع الأطراف ويخلق مستقبلا أكثر انفتاحا وأمانة. أجندتنا تعمل بشكل مفتوح، نقبل أو نتبع منهجا متعددة الجوانب، ونشرح لن أشرح للموجودين ما أكثر تفصيلا لأننا نعرف ذلك. نحن نتعاون مع مختلف الجهات، وممثلون هذه الجهات موجودون معنا هنا، فنحاول أن نكون في خدمة الدول النامية ولكي لا يتخلف أحد عن الركب. هذا نهجنا باختصار: خارطة الطريق الرامية في شأن التعاون الرقمي للأمم المتحدة هو برنامج يدل على أهمية خلق فضاء رقمي أوسع حتى عام 2030. وضمن هذا البرنامج نتحدث عن ضرورة ضمان الوصول إلى العالم الرقمي للجميع. لدينا 3 بلايين من الناس في العالم ما زال لديهم النقص في الوصول إلى الإنترنت، فقط هذا النهج يمكننا من ضمان التقدم. التقدم يعتمد على المهارات، فيجب تشكيل هذه المهارات وتقديم التدريبات، ونحن في الأمم المتحدة منخرطون في هذه التدريبات. نحن أيضا في مكتبنا نتعاون مع المكتب التنسيقي، مكتب تنسيق التنمية، ومع اليونيسف ويوندي وآيتيو وغيرها من الجهات الموجودة على خارطة الطريق هذه، وأيضا مع الأطراف الوطنية في الدول الأعضاء، وذلك من أجل مساعدة الأطراف محليا وميدانيا. اليوم وغدا نشارك في جلسات منتدى الاي جي اف، وأثناء هذه المناقشات نتحدث عن مواضيع هامة، عن بناء رفع قدراتنا الرقمية. هي مبادرة انخرط فيها عدد كبير من الأطراف، الاتحاد الدولي للاتصالات وأيضا UNDP. هي مبادرة تتمركز حول ضرورة بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية لمن يحتاج إليها. نحن نتعاون وانكثف مع مكتب المندوب لشؤون الدول النامية والدول الصغيرة في الجزر، وضمن هذا التعاون ونحن نحاول الإدراج والترويج للتكنولوجيات الحديثة من أجل إشراك هذه الدول في خيارات التنمية المستدامة والتكنولوجيات الرقمية. نحن نحاول تزويدها بالخدمات الرقمية. هذا البرنامج بالكامل وخارطة الطريق التي وضعها الأمين العام يتطلب منا التعاون مع كافة الوكالات التابعة للأمم المتحدة من أجل الاستفادة القصوى لهذه التكنولوجيات الرقمية. على سبيل المثال نتعاون مع وكالة ديسا، وضمن هذا التعاون نحاول سرد المبادرات الموجودة رقميا من أجل خير تنسيقها مستقبلا. أيضا نتعاون مع غيرها من الوكالات والمكاتب
مثل الوكالة المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي والوكالة المسؤولة عن بحث الفضاء الخارجي. وضمن هذا التعاون ننفذ مختلف المشاريع والأنشطة والأمثلة أكثر من ذلك بكثير. وقت ضيق فلن أعلق عليها بالتفصيل، ولكن أعود وأشير إلى أن مكتبنا ليس ربما أكبر مكتب، ولكننا نحاول فيه أن نتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة. إن كان السادة مهتمين بالتعاون معنا فنحن منفتحون على كل التلويحات. شكرا. علمت بأن السيد شيمولي لا يستطيع أن يكون معنا ويعتذر جدا، لم تصل هذه الكلمة إلي في وقتها، لذلك أشكره مرة أخرى وأعطي الآن الصوت إلى نائب المدير التنفيذي للصندوق الدولي بيترسون. شكرا لك، شكرا على الدعوة. أظن بأنني أود أتعلق أن كيف إدارة الإنترنت مرتبطة بعملنا. نحن إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، نهتم بالصحة، لنا علاقة مع النساء مع الفتيات، نحاول أن نكافح العنف ضد النساء وضد الطفلات بشكل خاص، ونرى أن نتائج عملنا هي جيدة، وخاصة أننا قمنا بحملة في العام الماضي في وسائل التواصل الاجتماعي كانت تخص قضية الصحة وصحة النساء بشكل عام وحقوق المرأة، وهذا مجال واسع جدا، نريد أن نحمي حقوق النساء والفتيات وخاصة بما يتعلق بجسادهن. لذلك نتعاون في هذا المجال ونحاول أن نستخدم الإنترنت لحماية هذا. حوالي 38% من يستخدم الإنترنت من النساء يقولن بأن كان لهم فكرة باستعمال العنف ضد نساء آخرين، وأن 60% منهم كنا ضحايا لخطاب الكراهية أو التنمر في الوسط الإعلامي. لذلك يجب علينا أن نكافح ذلك، نكافح العنف ضد النساء، وهذا يخص كل امرأة وكل فتاة، فيجب علينا أن نحميهن في هذا الفضاء الافتراضي، يجب أن نعطيهن الصوت، نعطيهم الصوت. لذلك ماذا علينا أن نفعل؟ نقوم بمنادات منصات التواصل الاجتماعي والكيانات الأخرى لكي تقوم بتأمين بالتسهيل ومعاملتهم معاملتهن بالمساواة. إذن سواء في الفضاء الافتراضي أو خارجه، إذن يجب استخدام وسائل سهلة تساعد على دعم المستخدمين الذين يساعدون في عملية حذف هذه التعليقات التي تتعرض للنساء والفتيات. ونحن أيضا نحاول أن تكون هناك تعليمات وضوابط لها أثر في تعليقات تسيء لصورة المرأة في
عن طريق هذه المنصات. لذلك فإن الخبراء في المجتمع المدني يجب أن يكونوا منخرطين في إيجاد ضوابط معينة. هذه الأمور التي نحاول أن نروج لها الآن، ونقوم بإجراء حملة تحاول المساعدة بحقوق المرأة والفتيات. شكرا. شكرا جزيلا. الآن لن أعلق بالتفصيل على ما تفضلت به، ولكن ضمن قمة الاي جي اف استطعنا إنجاز الكثير فيما يخص مكافحة العنف على أساس الجنس في الإنترنت. وكالات الأمم المتحدة تكافح الظواهر الضارة بالإنترنت وتمكن من الاستخدام الإيجابي للإنترنت. السيد مسعود أمامنا، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجرائم والمواد المخدرة. شكرا يا أونريت. اليوم أنا أتواصل معكم من مدينة فيينا المغيمة. الظلام قد أتى إلى فيينا. شكرا لزملائي على إتاحة الفرصة للحديث. شكرا لمنظمي هذه القمة 16 لاي جي اف، ونحن نشارك في هذا الحدث الهجين الذي يتمركز حول مدينة كاتوفيتسا. باقتراب شديد سوف أحاول الحديث عما نحن معنيون فيه، ونحن نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. خطتنا الخماسية تعتمد على برنامج الأمين العام للأمم المتحدة، وتشمل الإصلاحات في معالجة البيانات والتحول الرقمي، ونحن ملتزمون بمواجهة التحديات وتحديات الهدف 16 لأهداف التنمية المستدامة. في البداية وتقول أن جائحة الكورونا أظهرت لنا جميعا التحديات التي نتصدى لها، وأظهرت لنا سرعة قدرتنا على سرعة التنقل إلى الفضاء الافتراضي، وهذا يتعلق ببعض القدرات ولكن أيضا ببعض التهديدات المتعلقة بنشاطات الإرهابيين والجنات على الشبكة. وأتحدث هنا عن الدوائم الخمس المنهجية لأجندة UNDC. في عام 2017 أطلقنا مبادرة المراقبة على الأدلة الرقمية العابرة للحدود، وذلك بالتعاون مع سيتل. وبفضل هذه المبادرة نحاول الدعم دور الشراكات العامة والخاصة في دول العطاء، وكذلك التعاون الدولي الذي يشمل المنظمات الإقليمية مثل يورو جاست أو الشبكة القضائية الأوروبية. ونحن وضعنا الكثير من الأدوات العملية الإلكترونية والموارد الجديدة التي من شأنها دعم معالجة المواد الإلكترونية والأدلة. وبرنامج آخر نحن منخرطون فيه هو العمل المشترك مع دول الأعضاء الرامي إلى دعم الاستجابة للعمل الإجرامي بالإنترنت. مجال آخر هو منع الإجرام السيبراني، وهذا البرنامج يقوده إلى بناء قدرات جديدة والعمل الوقائي ودعم التعاون وخلق أطر جديدة. برنامج آخر نحن منخرطون فيه هو
زيادة معرفتنا فيما يخص العملات المشفرة وغسيل الأموال بالإنترنت، ونحن نحاول الحد من هذه التهديدات، وذلك متعاونين مع أصحاب المصلحة والقرار واستفادة بلوك تشين. وأخيرا ليس آخرا، في 2019 الجمعية العامة أنشأت لجنة طارئة لوضع اتفاقية دولية لمنع ومكافحة تكنولوجيات الاي سي تي لغرض الجريمة. أول جلسة أقيمت في 2021، ثم الأمين العام أعلن برنامجه الخاص به المتعلق في التعاون الرقمي. وأتوقف هنا يا أونريت، وشكرا للمنظمين على ذلك. للأسف تداركنا الوقت، لذلك أنا سأكون ممتنا إذا اختصر المتحاورين. فالآن أعطي الصوت إلى نائبة الممثل الدائم لبولندا في نيويورك. شكرا للسيدة المناسقة، وشكرا لكل زملائي على هذه الإجابات السابقة. أود أن أتكلم عن فعاليات الأمم المتحدة في الفضاء الافتراضي. أولا، أن منظمتنا تؤدي إلى إطر القانونية، لوضع الإطر القانونية لمثل هذه الفعاليات. النقطة الثانية، سوف أتكلم عن الأمور السياسية، ولكن ليس هذا أحسن تعبير لذلك. أود فقط أن أؤكد على القيمة المتزايدة لبرنامج التعاون الرقمي الدولي، وأن هذا البرنامج يصبح مهما من خلال إصلاحات المنظمة، وخاصة تصبح الاتصالات العالمية أكثر اهتماما، وكما أشار أنها في Our Common Agenda التي وهو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي وضع فيه 12 التزاما، من بينها تمتين التعاون الرقمي ودعوة إلى إيجاد وسط شمولي لافتراضي. أما بما يخص بولندا فنحن نهتم حاليا بشمولية أكثر وحماية حقوق الإنسان وإلغاء التضليل الإعلامي وإعطاء مهارات رقمية أكثر، وهذا مرتبط بالتعليم وزيادة المؤهلات. يجب علينا أن بأكثر فعالية أن نعمل في الوسط التعليمي. والآن فقط سأتحدث عن الخطط المحددة في الأشهر الماضية. نستطيع مراقبة كيف أن الأمم المتحدة تتكيف مع الواقع الجديد، وخاصة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق في المكاتب. أما في مجال الإنترنت فإن الدبلوماسية الرقمية لا يمكن أن تعوض عن الدبلوماسية العادية، والعلاقات البشرية المباشرة، وأن تقنيات آي تي جعلت عملنا أسهل. إن الناس في كل أنحاء العالم كان عليها وصول إلى أحداث. في السابق كانت تختصر
إلى بعض المناطق في العالم مثل نيويورك أو نيروبي أو فقط. أما الجائحة زادت من شمولية هذه الأحداث فأصبحت معروفة كلها، وسنعود إلى الصلاة والمؤتمرات، ولذلك يجب التأكيد على هذا الجانب الإيجابي للجائحة. أخيراً، إن هيئة الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة في العالم التي تسهل مثل في الإجابة على هذه التحديات، خاصة وأنها تعطي أفضل مثال على تبادل التجارب الجيدة وتتعاون مع كل الدول في مجال إدراج الحلول الجديدة. شكرا. إذا والآن ماكسيمو توريرو. فالماكسيمو توريرو المحلل كبار المحللين والخبراء لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية. شكرا على إعطائي الصوت، وأنا سعيد أن أكون معكم. أبدأ بالقول بأن التكنولوجيات الرقمية والتطبيقات تخلق فوائد بيئية واجتماعية فوق العادة، وتسرع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما نريده ونسعى إليه في منظمة الأغذية والزراعة. ولكنه ليس دواء بحد ذاته، وهناك عدد من الأمور المعقدة والمتداخلة فيما يخص اتفاقية روما، فيما يخص بشأن الأخلاقيات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي. فنحن معنيون بست قواعد رئيسية: الشمولية والشفافية والإنصاف والأمن والسلامة، وهي المبادئ الرئيسية التي لا ننساها، وهي مهمة جدا، لأن في مجال الزراعة والأغذية فنحن نبذل جهودا كبيرة في ردم الهوى في الوصول إلى الخدمات، وخاصة الوصول إلى الإنترنت العريض النطاق الذي يكون غير موجودا في الكثير من الأماكن. نعمل على زيادة الشمولية فيما يخص نوع الجنس والعمر، كي لا يتم استبعاد الشباب أو لا يتم استبعاد أحد على أساس الجنس. أريد أن أشير إلى أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه اتخاذ قرارات إجراءات مستهدفة، ونحن في منظمة الأغذية والزراعة نعتمد على هذه المبادئ الستة السابقة الذكر، ونقوم بإدراج حلول في مجال الأغذية والزراعة، ونخرج خارج هذا النطاق الفلاحة فقط. فبفضل التشابكات الدولية نحاول الترويج للنهج من الحقل إلى المائدة، فالوجبات الطعام السليمة والصحيحة، نكافح النبذ الاجتماعي، ونريد أن يكون لكل من المزارعين والمستهلكين تساوي الوصول إلى التكنولوجيا. من أولوياتنا زيادة التكامل في الحلول الرقمية، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء. نحاول الاستفادة من التقدم المحرز في مجال تكنولوجيات الاي سي تي، ونحاول الوصول إلى معالجة البيانات بطريقة أحسن في بشأن تربية الحيوانات وزراعة الحبوب والاقتصاد المائي وحماية البيئة، ونأخذ بالاعتبار أيضا العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. نحن نعلم أن يجب علينا
ضمان الوصول إلى الموارد المصادر المائية التي تكون قليلة أو محدودة، ومن خير الإدارة فيما بشأن التغيرات المناخية، فعلينا أن نعزز قدرتنا في المجال الرقمي. نضع جهودا كبيرا أيضا في إعداد الأدوات للتنبؤ وللإنذار السريع أو المبكر، مثل منصة الإنذار المبكر. هذا في غاية الأهمية، لأن العالم الذي نعيش فيه يتسم بنسبة التغير الكبيرة، وذلك نظرا لدرجات الحرارة المتزايدة في العالم. فنحن نعالج تحديات كبيرة. فيما يخص الخدمات الرقمية التي نشرف على عملها، ففي صدارتها خدمات لمجال الزراعة، وهذا ما نسميه بالإي أجريكالتشر، ولكن هناك أيضا منصة نعمل عليها وهي نسميها بإي فيليج، القرية الرقمية الإلكترونية. من هذه المنصة تتيح وصولا أوسع للمزارعين للخدمات الرقمية. هي الحلول التي نبني عليها ونعمل من أجلها لتحقيق هذه الأهداف المستدامة للأمم المتحدة. شكرا يا ماسيمو. الآن إلى السيد روبن جايس. شكرا لك على الدعوة. أنا سعيد بأن أكون معكم. في وحدتنا نعمل كوكالة مستقلة، وهي مثل مخزن للأفكار. نؤمن الأشياء الجديدة التي تساعد على الحد من انتشار الأسلحة، ونحن نعيش في جو توجد فيه تصدق في عملية الثقة. هناك هجومات سبرانية طويلة، لذلك قضايا الأمان تصبح مهمة، خاصة وأن لدينا أسلحة رقمية جديدة، وهناك سباق تسلح في هذا المجال فيما يخص الفضاء السبراني. إذن برنامج الأمن السبراني يجب هو يسير بشكل متوازي مع التغيرات الحاصلة في هذا الجو. أود أن أؤكد ثلاثة أسس واتجاهات لعملنا. الأول هو استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل محدد في قضايا القرار في مجال الجيش، والجانب الثاني هو اتخاذ قرار في موضوع الأمن، والجانب الثالث الأخير هو ما هي الابتكارات الجديدة وكيف على عالمنا أن يصبح في المستقبل. إذن نركز على هذه الثلاثة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، نقوم بفعل بالبحث عن كيفية استخدامها والعوامل الجديدة والتقدم الذي يحصل على في مجال الروبوتات وغيرها. وأعطي أمثلة، مثلا نقوم بإجراء فحوصات وتحاليل عن بناء قدرة، وهي عملية صعبة، خاصة وأنها ضمن هذا النظام البيئي الذي نعمل به. لدينا بوابة تقوم بإجراء نستفيد منها في مجال الشفافية والأمن السبراني. نستطيع أن نرى ماذا يحصل في العالم، وكذلك ضمن حلول أخرى نبني ثقة أعلى وقدرة أكبر
لأن على هذه البوابة نستطيع أن نتعرف على ما هي الفعاليات التي تجري في الفضاء السبراني. الثاني في وحدتنا ومنظمتنا نتعاون مع أصحاب مصلحة ومعنيين مختلفين في حوار متنوع، نعطيهم الصوت من القطاع الخاص لكي نتعلم من بعضنا. أيضا نقوم بفعاليات دراسية، نضع تقارير ونوضح ماذا يجري في هذا المجال بما يجري في سلسلة التوريد، وكيف هذا التعاون العالمي في مجال حادثة أو هجوم على بنى تحتية حرجة، كيف يحصل رد الفعل، ونرى كيف هي التعاون بالنسبة للتعليمات والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفعالنا فنحن ندعم وننخرط في أعمال بين الحكومات يتم تنفيذها من خلال الأمم المتحدة، نساعد في إيجاد مقاييس عالمية وذات معايير موحدة، ولدينا مجموعة ورشة عمل بدأت منذ عدة سنوات، وضمن هذه المجموعة نتحدث ونتناقش عما يتعلق بالأمن السبراني وعن دور وسائل الإعلام في هذا المجال. شكرا على هذا الصوت المهم في النقاش حول الأمن السيبراني والاستقرار السيبراني. كيت ماكبراين هي مشاركة أخرى، هي مديرة مكتب لشؤون سياسات التواصل والاتصال بالأمم المتحدة. أنا سعيد أن أكون معكم اليوم وأتحدث عن مساهمتنا نحن في التحولات الرقمية وكيف نقوم بالشراكات الاستراتيجية الرامية إلى خير الاستفادة من الابتكارات والتكنولوجيات الرقمية التي تساعدنا في التغلب على الأزمات مثل الأزمة المناخية. أطلقنا منصة رقمية جديدة في هذه السنة، وذلك تعزيزا لتوافر المعلومات، وبفضل هذه المنصة أفسحنا لمستخدم الإنترنت إمكانية الوصول إلى قمة كوب 26 التي انعقدت في غلاسكو. بفضل هذه المنصة استطعنا زيادة عدد المشاركين في هذه القمة من 30,000 إلى 50,000. 50,000 شخصا شاركوا في هذا الحدث، و20,000 منهم عن بعد شاركوا. هذه المنصة الجديدة تأتي نتيجة لأعمالنا وخبراتنا التي اكتسبناها منذ سنوات وأدرجناها في قمة كوب في غلاسكو. والآن نواجه مختلف التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، والتي هذه المشاكل هي أبطأت من حملتنا لمقاومة التغيرات المناخية. نحن ما زلنا في الحاجة إلى إشراك واسع النطاق لمختلف أصحاب المصلحة. بعد قمة كوب 26 سوف نعمل على تنمية هذه المنصة الخاصة بنا لزيادة مستوى الشفافية في سبيل الكفاح ضد تغيرات المناخ، ومن أجل إشراك الكل في مساهمته لمنع هذه الظاهرة. ثانيا أشير إلى انخراطنا في موضوع معالجة البيانات وحفظها. نحن بصدد إنشاء منصة تسمح لنا لنقل البيانات الخاصة
هذا المجال، ونحن أيضا معنيون ومهتمون في التربية والتعليم فيما يخص التغيرات المناخية. ونحن وقعنا على شراكات مع 30 منظمة تحت مظلة الأمم المتحدة، وضمن هذا التعاون نقوم بتنظيم دورات تدريبية في موضوع المناخ، ونضمن مختلف المواد والمنشورات التي يمكن لكل المهتمين الاستفادة منها. في النهاية أقول وأشير إلى أن التعاون ضمن هذه المبادرات التي من خلالها نحاول الاستجابة لهذه الإصلاحات العميقة الاجتماعية التي وراءها الجائحة والتكنولوجيات الجديدة، ونحن نحاول باستمرار السعي نحو التعافي وزيادة مستوى المقاومة أمام هذه الظواهر الكبيرة مثل التغيرات المناخية. ونأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل في العمل لمصلحة كل سكان كوكبنا، ونستفيد من الذكاء الاصطناعي وبيك ديتا، أنظمة بلوك تشين وغيرها من الأنظمة القائمة ذاتيا، والبايوتك والتكنولوجيات الفضائية لتحقيق التغيرات المرجوة. ونحن كل هذه الإجراءات تتطلب تعاون الواسع النطاق مع كل الأطراف. وندخل ونحن على عتبة الدخول في عام 2022، وسيشهد هذا العام بداية العصر الجديد من الناحية المناخية، ويجب أن نكون كلنا منخرطين ونشطين في نشر المعلومات الصحيحة حول هذه المشاكل، ويجب أن نتخذ خطوات تزيد من مقاومتنا للمناخ المتغير واتخاذ القرارات الصائبة. وشكرا لحسن متابعتكم. أعرف تمام أننا وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة، ولكن سنأخذ من وقتهم قليلا، فأرجو أن تصبروا علينا قليلا لسماع السيد مارك ويليامز الذي يمثل البنك الدولي. شكرا. أيها السادة المحترمون، أرحب أيضا، أنني سعيد جدا بأن أقدم أمثل البنك الدولي، وهو بنك يهتم بقضايا مثل النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة في دول النامية. في هذا المجال نؤمن حلول ودعم تقني للدول النامية وتقدم التقنيات الرقمية، هي جزء من عملنا. إذا نظرنا إلى تاريخنا، فنحن من 30 عاما نهتم بهذه القضايا، وفي العقد الأخير ركزنا على التقنيات الرقمية واستخدامها في كل المشاريع التي نهتم بها. قضية التقنيات الرقمية هي محل اهتمام البنك الدولي. ننفذ مشاريع مختلفة متعلقة فيها. هذا يتطلب فحوصات عديدة في المجال الرقمي، لذلك إن التقنيات الرقمية لها تأثير على كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية. فلنتذكر أن هناك ضوابط تتعلق بحماية الخصوصية وبالجوانب الأخرى، وأن أحد العناصر المهمة من عملنا هو تحديث الوصول إلى الخدمات العامة. مثلا نقوم بالبحث والتحليل، وكذلك نؤمن الدعم المادي للدول
النامية، وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية، وخاصة دعم الوصول إلى الإنترنت ذو النطاق العريض والسريع، وخاصة في الأماكن في الأرياف وبأسعار معتدلة. نحاول دعم سعي الدول لكي تحافظ على أمن بياناتها، وكذلك نحاول أن نساعد هذه الدول في نعمل بشكل واسع، ونريد أن تكون النتائج هي شمولية. لذلك نعمل على رسم هذه المشاريع بشكل يصل إلى الآخرين، وحل مشكلات أخرى مثل التبدلات المناخية. هنا نسعى لدعم الدول مع الدول، ونتعاون هنا مع الحكومات ومع منظمات ودوائر أخرى تعمل في هذا العمل، من أجل أن يكون هناك فضاء رقمي عادل والوصول إليه آمن. هذا مهم بالنسبة لنا، لأن التعاون مع مثل الاتحاد الدولي للاتصالات سوف نتعاون معه باستمرار، لأن هذه التقنيات ستكون جزء من محفظتنا للمشاريع. وأيضا نؤكد على الأمن السبراني، ونقول بأن الجميع عليهم أن يستفيدوا من التقدم والتطور في التقنيات. أعتقد أنه لا وقت لدينا لندعو مستمعينا لطرح أسئلة، ولكن جميعنا نعرف أننا التقنيات الرقمية مستخدمة في كل وكالات الأمم المتحدة بشكل أوسع، ولذلك أعتقد أن كل هذه الوكالات عليها أن تتعاون مع بعضها لكي يكون لدينا مجتمع. إنما أثار انتباهي أن هذه الفعاليات وهذا الجهود فهي تغطي بعضها. أعتقد أن كل منظمة لها تميزها وخصوصيتها، ولكن بشكل ما تغطي هذه الجهود بعضها البعض. فإذا هذا المنتدى الحوكمة في الإنترنت أيضا يمكن إدراجه ضمن هذه الفعاليات. لذلك الثقة، الأمن، تغيرات المناخ، الضوابط المتغيرة، التعاون الرقمي، أعتقد أن هذه القمة الرقمية سوف تساهم في إعطاء وصول أكثر وبناء ثقة أكثر في أمورها. ليس لدي وقت لأعطي أضيف شيئا. هل يريد أحد؟ ليس لدينا الوقت. أشكركم شكرا جزيلا على الحضور، وأعتذر على التأخر. فأعتقد في المستقبل سوف يكون لدينا إمكانية أكثر للتنظيم.